تسعة أشياء يجب أن تفعلها الزوجة. الشيء التاسع لا تقوم به كل النساء للأسف. أهلا بكم من جديد أحبائي الكرام، متابعي قناة أفكار إسلامية وقراء موقع أفكار إسلامية .info. كما جرت العادة نقدم لكم فيديو جديد، نرجو من الله أن ينال إعجابكم. ولكن قبل أن نبدأ، شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا باستمرار. كما لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة بإذن الله. كما لا تنسوا أيضا متابعة الفيديو إلى نهايته للتعرف على الأمر الذي لا تفعله جل النساء للأسف. إن الحياة الزوجية تحتاج إلى مجموعة من المقومات والعناصر التي تمكن الزوج والزوجة من جني ثمار طيبة يتذوقها كلا الزوجين والأسرة ككل. ولكي يتذوق طرف العلاقة الزوجية هذه الثمار الطيبة، عليهما معا أن يتفانيا في فعل كل الأمور التي تقوم بتعزيز الروابط بينهما وتمتين علاقتهما ببعضهما البعض. وهذا الأمر يجعلنا نتحدث عن الدور الهام والرئيس المفروض على الزوجة تأديته في الحياة الزوجية وفي الحياة ككل، بوصفها أساسا قويا وهاما في العلاقة الزوجية. ذلك أن الزوجة لابد أن تكون واعية بما يجب عليها أن تقوم به من أمور تجاه زوجها دون أن يطلب منها ذلك، كما عليها أن تدرك جيدا أن الأشياء تفقد قيمتها حينما يتم طلبها. وفيما يلي تسعة أشياء يجب أن تفعلها الزوجة دائما دون أن يطلبها الزوج منها. أولا، المساندة والدعم. لابد وأن تقوم الزوجة بالمساندة والدعم المتواصل لزوجها في جميع المواقف الحياتية، سواء أكانت جيدة أم سيئة. وتعتبر المساندة والدعم من أهم الأمور التي يجب أن تحرص الزوجة على القيام بها تجاه زوجها في أي مشكل قد يصادفهما. ثانيا، الاهتمام بالزوج أو الشريك. يجب على الزوجة أن تهتم بزوجها وشريكها في الحياة دون أن يطلب هو ذلك منها. ويجب عليها أيضا أن تحرص حرصا شديدا على فعل كل الأمور التي تشعره باهتمامها به، وعليها أن تعلم أن اهتمامها به هو نتيجة حبها له. ثالثا، الاحترام لشخصه. إن احترام الزوجة للزوج أمر ضروري جدا، حيث إن الاحترام يتضمن كل الأفعال التي تصدر عن الزوجة تجاه زوجها، كما أن احترام الزوج أمر واجب سواء في حضوره أو في غيابه. ويكمن الاحترام للزوج أيضا في احترام أهله وأقاربه، لأن ذلك مظهر من مظاهر الاحترام له. رابعا، التقدير للزوج. تعد قيمة التقدير إحدى القيم المعنوية البالغة التأثير في الزوج، ولذلك يجب على الزوجة أن لا تنسى تقدير زوجها وأن تقوم بتقدير جميع جهوده وتضحياته التي يبذلها في تلبية احتياجاتها واحتياجات الأسرة ككل. ومن مظاهر التقدير الثناء عليه متى وجب ذلك الأمر. خامسا، الاحتواء له. لابد أن تعي الزوجة دائما أن الرجل كمثل الطفل الصغير، ونتيجة لذلك فعليها أن تقوم بعملية احتواء مستمر لزوجها، وذلك ليشعر هذا الأخير بالأمان والإطمئنان بين أحضانها، ولتكون الزوجة دائما الشخص الأول الذي يهرب إليه الزوج في الأوقات الصعبة ليشعر بالسكينة والطمأنينة والهدوء. سادسا، الإخلاص له. هذا الشيء يعد أسمى الحقوق وأعلاها، لأنه كفيل باستمرار العلاقة إلى آخر العمر. وذلك معناه أن تخلص الزوجة للزوج في القول والفعل وفي المحافظة على كل ما يملك، ففي كل ذلك إخلاص له، وأيضا في صدقها معه وتصديقها له إخلاص له أيضا، كما يظهر الإخلاص في الصبر معه في أوقات السراء والضراء. سابعا، الحنان والعطف. نكاد نجزم أنه
لا يوجد رجل على وجه البسيطة إلا ويحتاج من زوجته أن تشعره بالحنان والعطف والمودة، لذلك فيجب على الزوجة أن تشعر زوجها بالعطف والحنان حتى لا يبحث عن هذين الأمرين في خارج البيت. ثامنا، التخفيف عن زوجها. من الأمور المهمة التي يجب توفرها في الزوجة هي قدرتها على أن تكون كالبلسم الشافي لزوجها، وأن تكون لديها أيضا القدرة على التخفيف عنه في أوقات الصعبة والقدرة على إزالة ضيقه، وكل ذلك بفضل رقة كلامها وعذوبة أسلوبها. تاسعا، الصبر في كل الأوقات. من الأمور المهمة في جميع العلاقات وخاصة في العلاقة الزوجية هو الصبر والصبر ثم الصبر، وهذا يعني أن تكون الزوجة صبورة كثيرا مما يمكنها من التقرب أكثر من زوجها، ومن ثم استطاعتها كسب قلب وعقل زوجها في كل حالاته، وهذا أمر جميل جدا. ختاما، هذه مجموعة من الأمور الهامة التي لابد أن تتحلى بها المرأة في علاقتها مع زوجها، والتي لا شك أنها سوف تكون من أسس استمرار العلاقة بين الزوجين وجعلها علاقة قوية ومتينة أمام كل المصائب والمصاعب التي قد تواجههما، ومن ثم بناء أسرة متماسكة تكون نواة لمجتمع متماسك. أعزائي الكرام، إذا كنتم على معرفة بمعلومة أخرى لم نذكرها في هذا الفيديو فرجاء اكتبوا لنا تعليقا توضحون فيه ذلك، وسنكون مسرورين بالإجابة. كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والضغط على زر الإعجاب لتحفيزنا على الاستمرار. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله تعالى. هل أعجبك الفيديو؟ حسناً، يمكنك البحث عن حلقة أخرى. اشترك في قناتنا واكتب تعليقك واضغط زر الإعجاب على فيديوهاتنا لتشجيعنا على تقديم الأفضل.